عليكم اجمل ترتيب العاصمة هو بالنسبة لباريس، والعين الاخرى هناك في مربع الدار. التسديدة وين؟ الله اكبر ولا احلى، هي في مكان اللعبتية ارضية يحاولت هيا فادي غامدي، هيا الكرة باتجاه ظهير اليمين ورافع المهاجمين مقطوع المرتدة السريعة، ثلاثة ضد اثنين، ثلاثة ضد اثنين، القائد الحين وراشد، الحين وراشد تسديدة وين؟ حياها بينية ولا احلى في مكان تسديده ولا احلى، والنديه كل النديه والكره العرضيه في مكان صدرت وهدت الحلو حمد، الحلو حمد صدرت وهدت، واول الاهداف لسه كنا نتكلم، لسه كنا نقول ما تملك، لسه فيها خطوره، لسه فيها الكلام. اللحظية اللعبة يا عيني، اللعبة الأولى جبتوا لي كده للوهلة الأولى من اللاعب فهد، وهذه هي التسديدة مرة طويلة. وتخلصت المنطقة الأمان والإطمئنان معها سادتي عشاق المستديرة، يطلق حكم اللقاء الصادرة معلنا نهاية الشوط الأول. لا تذهبوا بعيدا إلى أن ألقاكم في شوط اللقاء الثاني هذا، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى نجدد الترحيب بالسادة الحضور والمشاهدين وعودة لاستكمال ما تبقى من أحداث هذا اللقاء والشوط الثاني. انتهى شوط اللقاء الاول، يا من تتابع، يا من التحقت بنا بنتيجه التعادل الايجابي بهدف لهدف، كان الهدف الاول لمصلحه الكره وضربه حره مباشره في منتصف الملعب اللعبتية من راشد، راشد الأخيرة وهي الصافرة الأخيرة بالتعادل الإيجابي. نلجأ وإياكم أعزائي المشاهدين لركلات الحظ الترجيحية.